السلام الله عليكم. في هذا الفيديو سوف نقوم بحل هذه Differential Equation وهي Homogeneous Differential Equation Reducible to Separable، فهي بهذه الحالة ليست Separable. طبعا هناك في فكرتين جداد عن السؤالين اللي سبقوا، راح نشوفهم one by one. أول شيء، كيف يتأكد طالب أنها Homogeneous؟ فقط انظر إلى هذا، هذا في Degree 3 وهذا اوف ديجري 3 وهذا ايضا اوف ديجري 3، اذا هي هوموجينيوس somehow. وهنا سنفرض كما اعتدنا ان واي تكون يو تايمز اكس، وفي عندنا تو اوبشنز، اما زي المسائل السابقه نجد الديفرنشال، وربما هذا لا يفيدنا كثيرا. الديفرنشال هو انه الواي هي دي واي واليو اكس برودكت رول، سو ات ويل بي يو دي اكس plus x du. ولكن كما ترى في هذه المسألة ما عندنا du dy over dx، ما عندنا dx و dy منفصلين، so هنا نجد derivative with respect to x، وهذا أيضا خيار جميل. إذا بإمكاننا أن نجد derivative with respect to x، so derivative of y with respect to x will be dy over dx equals derivative of u راح نبقيها كما هي، و derivative of x with respect to x is 1 plus، then نحافظ على x كما هي، و derivative of u with respect to x هي du over dx. ببساطة شديدة احنا مش محتاجين هذا الواحد اللي هون، فبإمكاننا نزيله بهذا الشكل. إذا لن نستخدم هذه الطريقة، وإنما سنستخدم بلا شك هذا substitution، فرح نبدل كل ما فيه y، سنستبدل هذه الواي بلا شك squared، وسنستبدل هاي الواي كيوب، وأيضا سنستبدل هذه du dy sorry over dx، ونحافظ على كل الاكسز اللي موجودين مثل ما هم، ما راح نغير فيهم شيء. اذا الاكس تبقى اكس كما هي فيما يتعلق بي واي سكويرد. بناء على هذا الفرض اللي موجود هون، فان واي سكويرد هي يو سكويرد تايمز اكس سكويرد. اما فيما يتعلق ب دي واي اوفر دي، لاحظ الدي واي اوفر ديو تساوي هذا الشيء اللي موجود هون، اذا هي يو بلس اكس تايمز دي يو اوفر دي اكس ايكوالز، طبعا يو كيوب كما ترى يو كيوب من هنا هي واي كيوب، هي يو كيوب تايمز اكس كيوب، سو ات ويل بي لايك ذس، u to the power of 3 x to 3 minus x to 3 one more time. إذن راح نحاول انه نجمع هالحدود شوي. في عندي هون بنقدر انه نضرب x this x by this x، so it will be x cube somehow، so it will be u squared then x to the power of 3 then we have here u plus x then du over dx equals u to 3 x cube minus x cube، then we will distribute هذا هون ورح نضربه هون أيضا، so it will be like this u to the power of 3 x to the power of 3 plus u to the power of 2 x to the power of 4 du over dx okay equals and u to the power of 3 x to the power of 3 minus x to the power of 3، then we can cancel out this term with this term، كأننا عملنا subtraction لهم من طرفي هذه المعادلة، then it will be now u squared x to the 4 du over dx equals minus x to 3، وهذه الآن مما لا شك فيه أنها separable.
أوكي، كيف بدنا نفصل كل ما في الأمر؟ إنه راح أجيب الدي إكس هون، وراح أجيب الإكس تو ذا فور تحت هاي الإكس، وبكون تمت عملية الفصل over one step only. So we have here u to the two then du equals minus x to three over x to the four دي اكس. ممكن نعمل انتجريشن، نعمل بعدين سمبليفيكيشن او العكس كما تشاء. It will be 1 over 3 u to 3 equals integral of minus 1 over x dx. Then it will be 1 third u to 3 minus ln of absolute value of x plus c. خلينا الآن نرجع يو إلى ما كانت عليه، إلى أصلها، وتذكر من الفرض يا رعاك الله بأن y equals u في x، إذن u equals y over x. So it will be here one third. Then y cube over x cube equals minus ln of x بلس سي. خلينا نستخدم الانيشال كونديشن الموجود في المسألة هون، ونوجد قيمة سي واي اوف 1 ايكوالز 2. سو واي اوف 1 ايكوالز 2 مينز انه وي هاف تو ريبليس اكس باي 1 اند واي باي 2. سو اذا عملنا هذا الشيء راح يصير عندي بهذا الشكل 1 ثيرد، ذن وي هاف هير 8 اوفر 1 ايكوالز ماينس 10 اوف 1 plus c, but fortunately ln of 1 equals 0, so c will be 8 over 3. So this is the value of c. رح ناخذ هاي السي ونرجع لهاي الاكويجن هون ونعمل plug in بالسي حتى يكون حلنا. طبعا لازم احنا بس نوجد السي نرجع للسوليوشن ونعبي السي هناك. So it will be 1 third y 3 over x cube minus ln of absolute value of x plus 8 over 3. الآن بقي علينا عمليات تجميلية فقط، رح نضرب هاي الإكويجن ب 3، والهدف هو أن نتخلص من هاي الـ 3 اللي هون. خليني أضرب كمان ب 3 وx كيوب أيضا حتى نتخلص من الـ 3 والx كيوب اللي موجودين هون، فبيبقى عندي فقط y كيوب بهذه الجهة. y كيوب equals minus 3 x to 3 plus ln of x طبعا plus 8 x to 3 لأنه ال 3 اللي هون راح تلغى مع ال 3 اللي هون. ممكن الآن ناخذ cubic root for both sides. So it will be y equals this cubic root of، ممكن نحط البوزيتيف بالأول اللي هو 8x cube minus 3x cube ln of x. ممكن كمان شيء إضافي، بأكد إن هون يعني لازم يكون عندنا خبرة شوي في الجبر، ممكن أخذ x cube common factor من هون ومن هون، ممكن أطلعها خارج هذا الراديكال. بس لما تطلع x cube من الكيوبيك روت ما بتكون x cube، it will be x. So maybe this is the last step here. So y equals x. Then we have here cubic root of 8 minus 3 ln absolute value of x. وبهذا تكون المسألة قد انتهت، وشكرا لكم.